قامت بلدية مدينة أبو ظبي من خلال مركز التواجد البلدي بنياس فعالية مدينة أجمل في المنطقة المقابلة لحديقة بنياس بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والمدارس. تشارك ضمن الفعالية 360 طالبا وطالبة في العديد من الورش التوعوية لرفع الوعي بمخاطر مشوهات المظهر العام والتعريف بأساسيات الزراعة وكيفية الاعتناء بها وبكيفية تحويل مخلفات الأشجار إلى تحف فنية صديقة للبيئة. كما تضمنت الفعالية قيام الطلاب بزراعة 100 شكلة يوميا من الورود والأشجار بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية والمسابقات التي قدمتها شخصية الدبدوب المحببة للأطفال. فعاليات مجتمعية توعوية تشجع الأطفال على الأنشطة الإيجابية. قناة أهل الدار، قناة كل الأعمار، قناة كل